المعركة التي أنهت خلاف الروم والمسلمين على أرض الشام بحنكة سيف الله المسلول والقائد الحربي الأقوى في التاريخ الإسلامي خالد بن الوليد. لابد أن يكون النصر حليفاً للمسلمين، فكيف جرت المعركة؟ معركة أجنادين، كسر شوكة الروم. بعد أن سقطت بصرى من أيدي الروم البيزنطيين، استنفر هرقل وغضب غضباً شديداً، لأن ذلك سيفتح للمسلمين باباً للوصول إلى الشام، فكان عليه أن يواجه الجيش الإسلامي بكل ما يملك من قوة وعتاد لإثبات نفسه وفرض سيطرته أمام جيش المسلمين بقيادة الخليفة الراشد الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ما قبل أجنادين، جمع هرقل قوات ضخمة شارك بها نصارى العرب والشام، وقام بإرسالها إلى بصرى التي يحكمها شرحبيل بن حسنة، وقد كانت قواته محدودة وقتها، بالإضافة إلى أنه أرسل جيشا ضخما آخر نحو قرية بيت جبرين في جنوب فلسطين ليبسط سيطرته في جميع الجهات ويمنع أي هجوم قد يقوم به الجيش الإسلامي بالتقدم والنجاح على أراضيه. وفي هذا الحين كان خالد بن الوليد يجمع جيش المسلمين في قرية عجور شمال غربي مدينة الخليل، فجعل على الميمنة معاذ بن جبل، وعلى الميسرة سعيد بن عامر، وعلى المشاة في القلب أبا عبيدة بن الجراح، وعلى الخيل سعيد بن زيد، بينما كان هو يتنقل بين صفوف الجيش بلا هوادة ليرفع من عزيمة المقاتلين ويشد أزرهم ويمنحهم الطمأنينة بوجوده بينهم، حتى وصل عدد مقاتلي جيشه إلى ما يقارب 30,000 مقاتل في الجيش الإسلامي، بينما كان وردان قائد الجيش البيزنطي قد جمع 100,000 فارس وقاد الجيش من المؤخرة ليحمي نفسه من القتل، على عكس قائد المسلمين المغوار خالد بن الوليد الذي تكون إشارته لجيشه بالقتال في المعارك هي بدءه هو بالقتال، لأنه دوماً ما يقود المقدمة. بالإضافة إلى أن خالد رضي الله عنه قدم دعماً معنوياً كبيراً لجيشه، ذلك أن جعل نشاء القوم في مؤخرة الجيش لمؤازرة رجالهم بالدعاء والتشجيع، فقد كان الجيش الإسلامي في ترحال دائم أثناء الفتوحات، وفي كل مرة يمكثون سنين في البلاد الجديدة، فكانت عوائلهم ترحل معهم، وبدلاً من بقاء النساء في معسكر المسلمين في عجور رحلوا مع أزواجهم وأهلهم للدعاء لهم وحمايتهم ومساعدتهم أثناء إصاباتهم بالجروح جراء القتال. لم يكن هناك مدينة فعلية في فلسطين باسم أجنادين، إلا أن المعركة حملت هذا الاسم لأنها كانت اللقاء الأول بين الجيش الرومي والجيش الإسلامي، وقد سمي الجيش منهما بالأجناد ومثناه أجنادان وأجنادين، وتم هذا اللقاء في عام 634 للميلاد، وبالتالي يصبح اسم المعركة أجنادين وليس أجنادين. وأما عن موقعة المعركة أجنادين، فهي موضع يبعد عن بيت جبرين بحوالي 11 كيلومتراً وعن الرملة حوالي 39 كيلومتراً، وكان الملتقى في السهول الشمالية الغربية لقرية دير الدبان إلى الغرب من قرية عجور حتى قرى تل الصافي وبركوسيا التي تعتبر ملتقاً مهماً للطرق، فكان الأمر بالنسبة للروم هو حفاظ على منطقة استراتيجية من أراضيهم، وكان عليهم الحفاظ عليها بكل قوة وعزيمة. اشتعال المعركة: بعد صلاة الفجر من اليوم 27 لشهر جماد الأولى، أمر سيف الله المسلول جنوده بالتقدم لمواجهة الروم، وكان يفضل أن يتأخر القتال حتى ساعة الظهر اتباعاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحب القتال فيها، لذلك وقف جيش المسلمين في وضعية الدفاع حتى يحين وقت الظهر.
كان الروم مختالين بجيشهم الذي يساوي ضعف جيش المسلمين عدداً، فما كان منهم إلا الهجوم على صفوف المسلمين من الميمنة التي يقودها معاذ بن جبل، ليتفاجأوا بأن شعرة لم تتأثر من جيش المسلمين، فلم يتزحزحوا من مواقعهم، فتراجع جيش الروم وغير اتجاهه نحو المسيرة بقيادة سعيد بن عامر، ولم يجدوا سوى الصد والقوة في الدفاع، فغضب ثيودور وأمر جنوده برمي النبال على جيش المسلمين، وعندها بات قادة الجيش الإسلامي ينتظر إشارة خالد رضي الله عنه للهجوم، إلا أن خالد بحنكته وتفكيره الحربي الفذ كان ثابتا على موقفه. فبعد أن أنهكت ميمنة وميسرة جيش الروم عند مهاجمتها لميمنة وميسرة المسلمين، كشف ذلك عن قلب الجيش البيزنطي لقلب الجيش الإسلامي الذي يقوده خالد، وبات من السهل الوصول إلى وردان قائد جيش الروم، فكان هدف خالد الأول هو قتل قائد الروم، مما سيسبب تثبيطاً لعزيمة جيش الروم وينهي أمره بالانسحاب والهرب. فكيف له أن يصمد أمام جيش تمكن من قتل قائده المتمركز في مؤخرة الجيش؟ وبعد أن أصبح الطريق خالياً أمام قلب الجيش الإسلامي بهجوم الميمنة والميسرة الرومية، صرخ خالد رضي الله عنه بأعلى صوته بين المسلمين: احملوا عباد الله على من كفر بالله، لتبدأ حملة من أشرس حملات المسلمين، مزلزلين الأرض تحت أقدامهم وباثين الرعب في قلوب الجيش البيزنطي، ممزقين صفوفه ومخلين بقواه، وبحسب المؤرخين الذين قالوا فما صبروا لهم فواقا عن جيش الروم، دلالة على أن القتال انتهى بوقت قليل جدا، أقل من الوقت الذي يأخذه حلب ناقة، دلالة على قلة صبر الروم وعزيمتهم لينتصر الجيش الإسلامي ويكمل طريقه حتى وصل إلى خيمة قائد الروم وقتلوه مجتثين رأسه عن جسده، فتكون نهاية وردان في هذه المعركة الحامية. بلغ قتل الروم في هذه المعركة ما يقارب 3000 قتيل فقط، ولكن قتل قائدهم جعل باقي الجيش ينسحب بين الجبال ويتوارى بعيداً عن السيوف الإسلامية الجبارة. واختلفت الروايات على عدد شهداء المسلمين، ولكن أكثرهم يقول بأنه لم يتجاوز 500 شهيد فقط، بالإضافة إلى بروز العظيم ضرار بن الأزور، فقد كان يوماً مشهوداً له، وبلغ جملة ما قتله من فرسان الروم 30 فارساً، وقتلت أم حكيم الصحابية الجليلة 4 من الروم بعمود خيمتها فقط، ليكون نصراً عظيماً لها وللمسلمات جميعاً. وبعد انتهاء المعركة بنصر عظيم، بعث خالد بن الوليد رسالة إلى أمير المؤمنين أبي بكر رضي الله عنه يبشره بالنجاح والتمكن من أرض الشام قائلاً: أما بعد، فإني أخبرك أيها الصديق أن التقينا نحن والمشركين، وقد جمعوا لنا جموعاً جمة كثيرة، وقد رفعوا صلبهم ونشروا كتبهم، وتقاسموا بالله لا يفرون حتى يفنون أو يخرجون من بلادهم، فخرجنا إليهم واثقين بالله متوكلين على الله، فطاعناهم بالرماح ثم صرنا إلى السيوف فقارعناهم في كل فج، فأحمد الله على إعزاز دينه وإذلال عدوه وحسن الصنيع لأوليائه. ففرح الخليفة فرحا عظيما بهذا النصر وبنجاح خالد رضي الله عنه، وخاصة بعد أن أرسله من العراق إلى الشام لقيادة هذه المعركة، فكان خائفا من تأنيب الضمير في حال خسر المسلمون المعركة أو حدث أي مشاكل في العراق، إلا أن الله قد وفق الجيش الإسلامي وحقق له النصر على العدوان الرومي. عقمة النساء، أيلدن مثل خالد.